انا اسمي هبه من المغرب. شو بدك تسمعينا اليوم؟ حبي ايه اللي انت جاي تقول علي؟ كيش جديد وكما بان شاء الله قدر يكون جديد. لا ساعة ما كناش مساندة، ولكن كنت في أربز قطانج كانوا ناس كيساندوني، كيقول هبة عندها مستقبل كبير، هبة صوتها زوين، كان عجبهم بزاف صوتي كيعجبهم. ولكن ملي جيت المغرب تفاجأت، تصدمت، ما قادش اللي ساعدني واللي وريني شي حاجة اللي غادي كان تشرفها. لما ما كاينش شي حفلات اللي غيساعدوني، كاين حفلات خيريه فقط. هي القرايه هي الاولى، طبعا هي القرايه الاولى، ولكن الغناء هنا نخليها غير هوايه. نشارك في برنامج The Voice Kids، ولكن عيت لهم قالوا لي ما يمكنش لك تشاركي جوج مرات في عام واحد. انا بغيت نشارك في برنامج طيور جنة، ولكن انا ما حافظش لهم اغاني، ما حافظش اغاني للاطفال. لا، عندنا حنايا شركة الانتاج ما كتهتمش بالطفل، كتهتم بالاغاني ديال الشباب. برامج لا ما كاينش في المغرب، خصوصا في دوزيام رباط لا ما كاينش. هي فكره ديال خالتي رحيمه مدام نيس، و هي كانت فكره زوينه، ومشينا عند استاذ ساجد، هو اللي دعمني الاغنيه، وكان الملحن هو أستاذ عزيز حسني، وكلمات أستاذ محمد مشقرون.